الخامسة أن يتولاهما مع الصلاة واحد. نعم، السنة أن اللي خطب هو اللي يصلي إماما، لكن لو قدر اللي خطب شخص واللي صلى شخص آخر ما يضر، خاصة خطيب أول مرة. أنا أتكلم عن نفسي، أول مرة خطبت راح الصوت من الخوف والرهبة، واحد يقوم يخطب راح صوته من الرهبة مثلا أو أي سبب من الأسباب، خلص الخطبة قال حق واحد ثاني تقدم صلي أنت، أنا ما أقدر أصلي مثلا، ما في بأس. فلو صلى غير الخطيب يعني قدم المؤذن أو قدم رجلا آخر وصلى بنفسه ما يضر، لكن من السنة أن اللي خطب هو الذي يصلي بالناس. نعم.